يحكى ان السيد علي كرم الله وجهه قال لك جايز جا واحد عربي يصلي ما لو كان يخسر في الصلاه نتاعو وقف مسانيه لا تخلص قال له يا عربي قال له الصلاه ما هي قال له كيفاش قال له ان الركوع والسجود يزن كذا قال له زيد صلي زيد صلى بالعقال حتى انتهى قال له تقول هذه خير ولا لا قال له لا احسن هذه قد تهرب به هذه درتها لك لان الاعمال بالنيات اللي يسلي ما هداهش ربي ما يجيش يهديه العبد. احنا ماذا بنا العلاقه اللي تكون ما بين الناس وهي العلاقه تاع المعامله. انا ما يجيش نحاسب انسان يصلي ولا ما يصليش، لكن هداه ربي ماذا بيا يكون يصلي واعتبر ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر. يعني الانسان اللي يصلي انا اعتبره باللي انسان ارقى من اخر وانظف منه. الدين في القلب والدين في الاعمال والمعاملات والسير الحسنه وفي الكرم، هذه هي الامور اللي يلزمنا نبعث فيها الروحيات هي تاع الاسلام. وانسان غدوه كي تكون يعني في اوقات جعشتها الجزائر يروح يسب بروحه في سبيل الله، هذا يعني هذا دين. وعلى هذا نرجع للفكره الاخيره وهو ان الهدف الاخير وهو الرجوع الى الديمقراطيه، ومعناه ان هذه الديمقراطيه تكون شفافه، الديمقراطيه لكن الناس ينتخبوا على ناس لان عندهم مشروع عندهم برنامج ويتعاهدوا مع الناس هذوك اللي ينتخبوا معهم على يعني على مشروع معين. قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد توسع، العلوم توسعت، والدين تاع الاسلام يساير هذه المواكب الكل، هذول يكونوا يعني حقيقة مسلمين، لأن الاسلام يواكب هذا التقدم، مجتمع اللي يستاهل يعني القيمة نتاع يعني شعب ما يقبلش مسائل كما هذه. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتتنا؟ فاتتنا بالعلم. والدين تاع الاسلام